بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بادئ ذي بدأ، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهذا الفضل وهذا الكرم الذي أكرمنا به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه، فنرحب بفضيلة شيخنا المفتي القاضي محمد تقي عثمان حفظه الله وأدام الله بركاته علينا، ونرحب بكم جميعا في هذا اليوم المبارك، أئمة ودعاة وطلبة العلم، فمرحبا بكم بين أهليكم. أنا لن أطيل عليكم الكلام، فالكلمة اليوم لفضيلة شيخنا، فلا يتسعني إلا أن أقول تفضل شيخنا، مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه ليسعدني أن أكون بينكم في هذا المساء في هذا البلد، وأشعر أني من طلبة العلم، وإذا كان الإنسان بين أهله وأصدقائه فإنه يسر سرورا بالغا ويشعر بسرور بالغ، فهذا السرور البالغ هو برؤيتكم بزيارة محياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء إخاء وبد، ولقاء لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأولا، أنا أشكركم جميعا على ما شرفتموني بزيارتكم وباللقاء بكم وباستماع حديثي، مع أني طالب علم، ممكن أكون تلميذا لبعض المشايخ الذين موجودون هنا، ولكن يعني لا أظن نفسي أهلا لأن أنصح العلماء والشيوخ الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا دعاة للإسلام وأساتذة لتعليم القرآن الكريم وتعليم العلوم الإسلامية. ولكن باختصار أقول أو أعرض عليكم بعض النقاط التي سمعتها من مشايخي، من أساتذتي، من الذين شرفني الله تعالى بصحبتهم. فالنقطة الأولى هي أني أبشركم بأنكم قد اختاركم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالة الإسلام في هذه البلاد. هذه البلاد كما يعرفه كل أحد بلاد ألمانية، والمعاشرة الغربية هي التي استولت على الجميع في كل مكان، وإن الله سبحانه وتعالى انتخبكم واجتباكم لتكونوا دعاة، لتكونوا معلمين وأساتذة لهذا الجيل
الذي ينشأ لجيل المسلم الذي ينشأ هنا في هذه البلاد. فإن الله سبحانه وتعالى قد شرفكم بأنكم تعلمتم العلوم الدينية، وإنكم تقيمون هذه المساجد وتعمرون هذه المساجد، وإن هذه المساجد هي التي هي مركز الدعوة الإسلامية منذ أول نشأة هذه المساجد في المسجد قباء أو في المسجد النبوي على صاحب الصلاة والسلام. فالمسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لأداء الصلاة فحسب، إنما كان مركزا للدعوة كما تعرفون، ومركزا لتعليم العلوم الإسلامية. وقد صاحبته صفة الصبة التي جاء إليها ولجأ إليها الصحابة من كل صوب وحدب، وأقاموا في تلك الصفة وتعلموا كيف يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى، وكيف تكون حياتهم فيما بين المسلمين. فأنتم أئمة مساجد فيما ذكر لي، أنتم أئمة مساجد وأنتم معلمون لهذا الجيل الجديد. لو كنتم أئمة في أحد البلاد العربية، أو إحدى البلاد المسلمة مثل الهند وباكستان وما إلى ذلك، أو في إندونيسيا، ولكنكم اختاركم الله تعالى لتكونوا أئمة في هذه البلاد التي ساد فيها الكفر، وساد فيها اللادينية والعلمانية وما إلى ذلك. فهذا شرف عظيم، لأن الأئمة والدعاة موجودون في البلاد الإسلامية بكثرة، ولكن إنكم انتخبكم الله تعالى لتكونوا دعاة في هذه البلاد التي يحتاج فيها المسلمون إلى دعوة صالحة وإلى تعليم ودراسة مبنية على القرآن والسنة. فهذا شرف عظيم، وإني أبشركم بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل جهودكم في هذا السبيل. ولكن مع ذلك فإن المسؤولية كبيرة لكل من يكون طالبا للعلم أو يكون يحمل شهادات العلوم الإسلامية، فإنه له شرف وفي نفس الوقت هو مسؤولية كبيرة يحملها. حينما نحن عندنا في الهند وباكستان، حينما يتخرج الطالب من دورة الحديث، يعني في العام الأخير من أعمام الدراسات، فنحن يعني نضع على رأسه العمامة لتكون شهادة أنه قد اكتمل هذه الدراسة. فلكلما أضع عمامة على الطالب أقول له أن هذه العمامة هي ليس شرفا فقط، وإنما هو ثقل كبير على أعناقكم وعلى رقابكم لتكونوا دعاة في سبيل الإسلام، دعاة لله إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسؤولية عظيمة. وإن الذي يهمني كثيرا أن هذه البلاد التي المسلمون فيها بأقلية، مثل المسلمون فيها أقلية، فإن المسؤولية للأئمة والعلماء هي أن يربوا جيلهم الجديد والناشئين على أساس إسلامي، على أساس إسلامي خالص. وإلا فإن لم نلتفت إلى هذا الجيل الجديد، ولم نعلمهم تعليم الإسلام، ولم نربهم تربية صالحة إسلامية، فإني أخشى أن يعني نضيع هذا الجيل. وإني أقول لكم، إني أول مرة زرت أمريكا في سنة 1978، هذه كانت أول زيارة لأمريكا. وكانت دعتني هناك هيئة لشباب المسلمين تسمى وفاق
وفاق هيئات الهيئات الإسلامية في أمريكا. وكنت أظن حينما دعيت إلى ذلك المؤتمر الذي عقد في تشارلستون يعني في في فرجينيا، حينما ذهبت إليه وكنت أظن أن هذا المؤتمر سيكون مؤتمر المسلمين مؤتمر إسلاميا وتظهر فيه شعائر الإسلام، ولكن حينما ذهبت إلى ذلك المؤتمر رأيت هناك نساء عاريات، ويعني حينما دعينا إلى الطعام فقال لنا المضيف إن كنتم تريدون الحلال فكلوا السمك، إن كنتم تريدون الحلال فكلوا السمك. وثم كان هناك حفلات وفيه ترقص فيه النساء، ويعني شيء غريب ومدهش. فقلت لمن كان يهتم بهذا المؤتمر، قلت القائم به، وكان رجلا لبنانيا ويعني صالحا، قلت له ما هذا المؤتمر مؤتمر المسلمين فيها رقص وفيها غناء وفي نساء عاريات وفيها يعني الأطعمة محرمة، ما هذا؟ فيعني جعل يدمع وقال يا فضيلة الشيخ هذا الجيل لا يمت إلى الإسلام بصلة، إنما أتى به آباؤه، وإنما أتوا به للدنيا فقط، وإنهم لم يعلموا هؤلاء البنين والبنات، لم يعلموهم ولم يربوهم على أساس تربية إسلامية. فنحن الآن نريد فقط أن يظنوا أنفسهم، يعتبروا أنفسهم مسلمين بس، يعني لا يزول عنهم اسم الإسلام بالمسلمين. هذا هو نهاية جهدنا. فلذلك ترون هذا المنظر. فوالله يعني اضطربت ورأيت أنه لو لم نلتفت إلى هذا الجيل الجديد فقد يكون هناك عاقبة هذا الأمر مثل ما رأيته في أمريكا. الحمد لله الآن الأوضاع جيدة بالنسبة إلى ذلك الزمان، ولكنني أخشى أن في هذه البلاد الأبناء والبنات كلهم يتعلمون في المدارس الرسمية وفي الكليات الرسمية، وإن الجو الذي يعيشون فيه هو جو لا يلائم الإسلام، لا يلائم تعاليم الإسلام. فإنهم كيف يمكن أن نجعلهم مسلمين خالصين، مسلمين عاملين؟ فهذا هو ينبغي أن يكون هناك في قلوبنا اضطراب لهذا الأمر، ينبغي أن يكون في قلوبنا حرقة لهذا الأمر، لنربي جيلنا الجديد على أسس إسلامية صالحة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون جميعا أنه كان يحزن وكان على الشديد كثيرا، جاء في الحديث أنه كان شديد الحزن، دائم الحزن، حتى قال الله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين. فينبغي أن تكون هناك حرقة في قلوبنا، هذه الحرقة هي التي تقودنا وتعلمنا كيف نعلم أبناءنا، كيف نربي أجيالنا الجديدة. ومن أهم الأمور التي أنا أعتقد أنها قضية موت وحياة للمسلمين هو أن يكون هناك مدارس تنشأ من قبل المسلمين، مدارس تعلم فيها العلوم بأجمعها، ولكن في جو إسلامي، ولكن في جو صالح، وجب فيه تربية للناشئين على أسس إسلامية صالحة. هذا أول شيء
يهم المسلمين في البلاد التي هم فيها في أقلية أن يكون لهم مدارس بأنفسهم. يعني نحن أنا شاهدت في أمكنة كثيرة أنه يكون هناك مدرسة تعلم فيها بعض العلوم بعض الأمور الدينية في يوم السبت ويوم الأحد في العطلة، ولكن هذا لا يكفي أبدا ولا يجزي أبدا، لأنه الطفل هو يزعم أن هذا الإسلام وهذا التعليم الديني هو الذي غصب مني عطلتي فهو يحدث بنفسه الكراهية بدلا من أن يشتاق إلى هذه العلوم. وكذلك إذا كان هناك كتاتيب يعني في المساء، فإن الأطفال بعدما يدرسون 6 ساعات في المدرسة يأتون في المساء ويشتغلون 2 ساعة وكذا، فإنهم يزعمون أن هذا الوقت كان وقت فراغنا، وقت لعطلتنا، ولكننا الآن مبتلون بهذا. فهذا يحدث في أنفسهم يعني كراهية لمثل هذا التعليم. فالمهم هو أن تنشأ مدارس من قبل المسلمين. وإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولكن وإليه النشور. يعني لابد أن يكون في ذهنكم وفي أذهانكم وفي قلوبكم أننا نحن جميعا بأبنائنا وأولادنا وأزواجنا كلنا نذهب إلى الله سبحانه وتعالى فنحاسب ما فعلنا في هذه الدنيا. ولذلك قال الفقهاء لا يجوز لمسلم أن يستوطن بلدا غير مسلم إذا كان يخشى على أولاده، إذا كان يخشى على جيله الجديد الناشئين أنه يفتقدون الوعي الإسلامي بكامله. فهذا مما ذكره الفقهاء في كتبهم. فإذا لا مانع بتاتا أن تكونوا في مثل هذه البلاد، أن تعيشوا في مثل هذه البلاد، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك رفاهية وتكون هناك كلمة عز للمسلمين، ولكن في نفس الوقت لا يجوز هذا إلا بأن تكون من مهماتكم الأولية أن تنشئوا مدارس للمسلمين لأبناء المسلمين وبنات المسلمين حتى يعني يتربوا في جو إسلامي خالص. هذه مسؤولية عظيمة. وأرى يعني كنت منذ قديم حينما أتي إلى أمريكا أو إلى بريطانيا كنت أحث المسلمين على إنشاء مثل هذه المدارس. في بداية الأمر كان الأمر صعبا وكان يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى جهود، ولكن الحمد لله الآن في بريطانيا هناك أنشئت مثل هذه المدارس يعني بكثرة. فلماذا لا يمكن أن يكون هناك مدارس من قبل المسلمين هنا؟ فأنا أقترح أن تكون منكم جمعية تأخذ هذا في الاعتبار وتحابل وتجاهد في هذا السبيل لإنشاء مدارس إسلامية. مدارس ليس إسلامية بمعنى أنه يعلم فيه القرآن والسنة فقط، لا، المدارس المسلمة بجميع العلوم والفنون التي تعلم في المدارس الرسمية. ولكن ينبغي أن نكونوا على كلمة واحدة في هذا الموضوع. وأنا أقترح ليس أقترح بل يعني أنا أرجو منكم وأتمنى، وكذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإنشاء مثل هذه المدارس. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هي الحمد لله في مثل هذه البلاد نرى هذه الوجوه المشرقة بفضل الله سبحانه وتعالى. هم الذين قاموا بالدعوة إلى الله، قاموا بتنظيم الصلوات وتربية
المسلمين، ولكن إني أرى في كثير من المناطق التي يسكنها المسلمون في كثير من البلاد أن العلماء وأن الأئمة وإن كانوا يؤدون فرائضهم في مساجدهم ويعلمون الأبناء، ولكن بينهم ليس هناك بينهم تنسيق، ولا ليس بينهم انسجام، وليس بينهم الاتحاد الذي يحمله ليكون ذلك الاتحاد يعني يؤديهم إلى حمد رسالة الإسلام بنهج واحد. فكذلك هناك اختلافات مسلكية ومذهبية وما إلى ذلك، وهذه الاختلافات هي التي تشق صفوف المسلمين، وهي التي من العوائق التي حالت دون حمد رسالة الإسلام إلى الجيل الجديد. فإن مثلا هناك خلافات في رؤية الهلال، هناك في خلافات في أوقات الصلوات، هناك خلافات في يعني طريق أداء الصلوات وما إلى ذلك. هذه الخلافات كلها خلافات فرعية، ولكن المشكلة الآن ليست أنك ترفع الأيدي أو لا ترفع، أو تؤمن جهرا أو سرا، أو يعني تحمل أو تؤم الناس فتدعو بعد الصلاة أو لا تدعو. هذه ليست مسألتنا اليوم. اليوم مسألتنا هي تعليم الشباب، تعليم الجيل الجديد، وتكوين مجتمع إسلامي. وهذا لا يمكن إلا بأن تتحد كلمة المسلمين. الخلافات الفرعية الفقهية هي يعني جاءت كانت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة كانوا مختلفين، ولكن مع ذلك الاختلاف لم يمنعهم أن يصلي أحد خلف أحد، لم يمنعهم من أن يكون يدا واحدة ضد أعداء المسلمين. وأذكر قد ذكر الزبيدي رحمه الله تعالى أن حينما كان هناك خلاف بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فكتب ملك الروم إلى معاوية رضي الله عنه إنه قد بلغني أن أخاك قد ظلمك، فإني مستعد لأن أبعث إليك عسكرا يكون معك في قتالك مع علي رضي الله عنه. فكتب إليه معاوية، وهو في ذلك الحين كان مخالفا لسيدنا علي رضي الله عنه، فكتب إليه: يا أيها النصراني، هكذا قال، يا أيها النصراني، كتبت إلي بهذا الكتاب، ولو عزمت على أن تأتي بعسكرك هنا في هذه المنطقة لأصالح بيني وبين علي، وأقاتل تحت لواء علي، ولا أنزعنك نزع الإسطفلينة من الأرض. الإسطفلينة هي الجزر، فلأنزعنك نزع الإسطفلينة من الأرض. فمع هذا الخلاف حينما تأتي مبادئ الإسلام، مبادئ القيم الإسلامية، فإنهم كلهم متحدون متفقون. وكذلك ينبغي أن يكون هناك هذه الخلافات تطرح وتجمع كلمة المسلمين الوحدة الإسلامية والوحدة ولتعليم الجيل. أنتم الحمد لله في بلد هو بلد يعني يعطيكم الحرية في تعليمكم وفي تدريسكم وفي يعني فضيلة الشيخ ذكر لي اليوم أنه حينما استرخص لمدرسته فإن أرباب الحكومة هم رحبوا بهذه الفكرة وقالوا نعطيكم، يعني في يوم واحد أعطي رخصة من قبل الحكومة، فالحكومة لا تمنعكم، مع أن هناك كثير في البلاد الإسلامية والعربية يعني لا
يمكن لك أن تنشئ مدرسة إسلامية، لا يمكن أبدا في كثير من البلاد العربية والإسلامية، وأنتم هنا في حرية الحمد لله، وهذه الحرية ينبغي أن تستغل، أن هذه الحرية تستغل لصالح المسلمين وصالح أبناء المسلمين وأولادهم. فينبغي أن نتناسى هذه الخلافات ونكون يدا واحدة في سبيل الدعوة إلى الإسلام. ممكن أن تعمل بما تعتقده صحيحا عندك، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك فرقة بين المسلمين على ذلك، على أساس تلك الخلافات، هذا سلفي وهذا حنفي وهذا مالكي وهذا كذا، لا، كلهم مسلمون الحمد لله. وينبغي أن يكون هناك اتحاد وتنسيق بين المسلمين في الحصول على هذه الأهداف الطيبة المباركة إن شاء الله. وإن والدي رحمه الله تعالى ألف رسالة، والدي هو المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى، كان كبير المفتين في بلاد باكستان وكبير المفتين في جامعة دارالعلوم بديوبند رحمه الله تعالى، كتب رسالة سماه أخلاف أم شقاق. أخلاف أم شقاق، يعني الخلاف جائز موجود، يعني منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الشقاق بأن يكون هذا أخي وهذا صاحبي وهذا رجل آخر أجنبي عني، هذا هو الذي أحدث الشقاق في أمر المسلمين. وينبغي أن نبتعد من مثل هذه الفكرة ونكون يدا واحدة في سبيل الدعوة للإسلام. هذا ما يعني أنا أطلب منكم السماح يعني والعفو إذا كنت يعني تعديت في كلامي، أو يعني كان هناك يعني ما لا يلائم لمثلي، ولكن هذه كلمات إنما خرجت من قلبي وفؤادي، ولكم الحب والبداد دائما. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه، يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن نكون نحمل رسالة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها بكل صدق وإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام شيخنا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم على هذه النصائح الغالية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يوفقنا للعمل عليها وبها إن شاء الله تعالى. شيخنا، كما طلب مني بعض الأحبة، بحكم أنكم طبعا متخصص في الاقتصاد الإسلامي، نحن عندنا بعض القضايا هنا في هولندا تعوقنا، وهذا السؤال سيطرح غدا أيضا بالإنجليزي، لكن غدا طبعا جوابه سيكون للعوام، لكن اليوم نريد جوابا للخواص. وهي مسألة شراء البيوت. نعم. عندنا في هولندا شراء البيوت الآن طبعا عندنا فقط الطريقة التقليدية، لكن الإشكال الذي يطرح وهو أن حالة هولندا تختلف على حالة جميع دول أوروبا، والسبب في ذلك أن إذا اشتريت بيتا بطريقة ربوية فإن الحكومة القسم الضرائب سيرد لك تقريبا الثلث من هذا المبلغ، وحتى لو أنشأنا بنكا إسلاميا أو مؤسسة تمويلية للبيوت فإن المسلمون سيحرمون من هذا الفائض أو هذا الذي يرد من طرف الحكومة. هذا الأمر الأول. ثم الإشكال الموجود عند الكثير وهو أن إذا اشتريت البيت فإن البيت ستشتريه بمبلغ هو تقريبا نصف المبلغ الذي ستستأجر به البيت. فبعض الإخوة يقولون أليس من العقل وكذلك حتى من مبادئ الإسلام أننا علينا أن نتقوى، فهذه الأموال نتركها عندنا، لماذا نعطيها للآخرين؟ فبها نتقوى ونستطيع أن بعض يحاولون، أو فما رأيكم وماذا تنصحوننا به
ما هي تجربتكم بحكم أنكم الحمد لله شاركتم في عدة إنشاء عدة مؤسسات مالية في أوروبا وغيرها؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن الربا من المعاصي التي وعد عليها الله سبحانه وتعالى بوعيد لم يأتي لأي ذنب آخر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لم يقل ذلك لشرب الخمر، لم يقل ذلك للزنا، لم يقل ذلك لأي معصية أخرى، ولكن قال ذلك للربا. وهذا سببه يعني نحن الآن لا نحتاج إلى يعني التماس الحكم، ولكن سأشرح لكم إن شاء الله غدا ما هي البلية التي جاء بها الربا. فنحن كمسلمين يعني نعتقد أن الربا حرام، وهو ليس يعني حرام أشد من أكل الخنزير وشرب الخمر وارتكاب الزنا حتى. وكما جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الربا بيطعون 70 شعبة أدناها كالذي يقع على أمه، أعوذ بالله العظيم. فالربا ليس شيئا هينا حتى نقول إنه ينبغي أن يحل الآن في بعض الظروف وبعض الأحوال. الربا يعني إنما لا يحل لأحد في حين من الأحيان. فهذه الأمور التي ذكرت أنها يعني تنفع المسلمين لابد أن بدلا من أن تحاولوا أن تجبذوا هذا الربا، بدلا من ذلك ينبغي أن تحاولوا على إنشاء مؤسسة إسلامية لتمويل المساكن، وهو أهون شيء في موضوع التمويل الإسلامي، أهون شيء، لأنه لا يحتاج إلى أن تنشئوا بنك، لا يحتاج إلى أن تؤسسوا مؤسسة مالية، لا، بس مؤسسة لتمويل المساكن على أساس إسلامي. وهذا قد جرب في كثير من البلاد في أمريكا. الآن جايدنس فاينانس هو مؤسسة كانت صغيرة جدا، الآن الحمد لله كبرت وتمول مساكن في أكثر من 10 ولايات الولايات المتحدة، نعم، وكذلك في كندا، وكذلك في بريطانيا. فبدلا من أن تلتمسوا يعني أعذارا للتعامل بالربا، المناسب أن تكونوا مؤسسة إسلامية تمبل على أساس إسلامي. ولو لم تفعلوا ذلك وقد يعني مثلا عملتم بفتوى بعض العلماء إنه يجوز على الأقل مسكن واحد، لو عملتم بذلك لا تنشأ مؤسسة إسلامية. أني أذكر في الخمسينات في القرن الماضي كان المسلمون هنا بقلة في بريطانيا، وكانوا يكتبون إلى والدي رحمه الله أننا في حالة الغربة ولا نجد إلا لحم ذبح بالنصارى أو كذا، فنريد أن نعمل بقول الله سبحانه وتعالى: وطعام أهل الكتاب يحل لكم. فقال والدي رحمه الله: لو أفتيت بجواز هذا الشيء الآن
لا تفتح هناك مذابع إسلامية أبدا. ولكن أفطر بذلك، والآن الحمد لله متوافرة المطاعم الإسلامية، متوافرة المذابح الإسلامية متوافرة في هذه البلاد. فكذلك بدلا من أن نلتمس أعذارا للعمل بالربا، ينبغي أن نلتمس طرقا لإنشاء مؤسسة إسلامية تمبل الناس لشراء المساكن، وهو أهون شيء، ولا ليس في أي إشكال قانوني، ولا ليس في أي إشكال يعني من قبل البنك المركزي، لا، في جميع البلاد يمكن أن تؤسس هذه، ولو على في البداية يكون على مستوى صغير ولكنه يكبر إن شاء الله. الإشكال الموجود هنا في هولندا هذا الرد، أو الذي المبلغ الذي يرده ترده الدولة، فتقريبا ثلث من الربا أو الربح إذا كان في معاملة إسلامية ترد الربا، ترد الحكومة ترد ثلثهم، نعم. يعني تخفض الضرائب، نعم. ولكن لو عملتها بطريقة إسلامية سوف لا ترد أو لا يستفيد المسلم، لا من هذا. هناك حتى في أمريكا هذه المسألة موجودة، ولكن حلوا هذه المسألة بأن تعاملوا، ويعني يكون كان هناك حوار بين الحكومة وبين هذه المؤسسة، وقالوا إن هذا الربح الذي نحصل عليه هي ربح لتمويل المساكن، فكما أن الانترست أو الربا الفائدة هي لتمويل، هذا طريق آخر للتمويل، وليس ولكنه تمويل وليس هناك أي شيء آخر، فاعترفوا بذلك. لكن في الورقة التي يكتبون أو نملأها في نهاية الشهر أو في نهاية السنة مكتوب عليها الربا فائدة، فهل يجوز لي أنا كمسلم الآن أن أملأ عوض الربح الذي دفعته، نعم، أملأ في هذه الخانة؟ نعم، ما دام أن التعامل الأصلي هو على أساس إسلامي، طيب، ليس هناك ربا من الناحية الشرعية، ولكن من أجل إفهام الحكومة أنه تمويل، لو كتب هذا كإنترست لا مانع منه، ما دام التعامل الأساسي وعلى أساس إسلامي. هناك سؤال طرحه أحد الإخوة قبل واختلف فيه بعض وقع فيه اختلاف، هو أن كيف تنظرون أنتم شيخنا الفاضل إلى الشركة؟ لو إنسان له شركة ورأس مال هذه الشركة هي له وحده، له شركة خاصة ما يسمى بكو LTD private company ولا limited company، نعم. وفيها أموال وهو يأخذ أجرة سنوية شهرية منها، ثم في لو هل يجوز الآن أن يقرض من شركته لنفسه فيشتري بيتا ثم يرد هذا القرض الذي أخذه من شركته على بالتقسيط الربوي مثلا؟ نعم. هذا يجوز، لأنه يعني إذا كان الشركة مملوكة بالكامل لذلك الشخص، فالمقرض والمقترض كلاهما واحد. نعم، فهذا يعني ينطبق عليه ما جاء في الحديث، لا ربا بين العبد وسيده، لا ربا بين العبد وسيده، لأن هو كأنك أخذت مالا من جيب وأوضعتها في جيب آخر، جيب آخر. أي نعم، فلذلك لا ينطبق عليه الربا. بك وخزاح نتولك، هو يقول لي إن قانونيا لابد أن تدفع فائدة على هذا المبلغ الذي اقترضته من نفسك، نعم، فترده بفائدة. لا بأس، لا بأس، لا ربا بين العبد وسيده، لأن المشكل هنا في أوروبا أو في هولندا بالذات، ولا أدري كيف هي في بريطانيا، يرون أن هذه مؤسسة لحالها، هذا شخص غير متعين، كيف يسمى؟ شخص افتراضي، قانوني. شخص افتراضي قانوني. نعم، شخص افتراضي، شخص قانوني. هل الإسلام يعترف بالشخص القانوني أو الافتراضي؟ يعترف بالشخص القانوني يعني إلى حد ما،
ولكن الحقيقة بالروح هو إذا كان الشركة مملوكة بالكامل حتى لو كان سهم واحد لغيره لا يجوز، ولكن إذا كانت الأسهم كلها مملوكة لشخص واحد ثم هو يعني يقرض أو يقترض على أساس الربا فليس هو هناك ربا. جزاكم الله خيرا. وهذا في الإصطلاح البنوك الإسلامية اليوم يقال له self financing. self financing. تفضل. ها؟ نعم. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السؤال على الربا. الربا يعني في الآية الكريمة وكذلك في الأحاديث يعني هذا الربا المعهود الذي كان موجود آنذاك، أم ترون أن كل ما يكون فيه طريقة الربا أو صفة الربا أو نظرية الربا فيكون لنفس هذه العملية نفس الحكم، لأن يعني الآن الأموال لا تقوم لا بالذهب ولا بالفضة، فنرى كثير كذلك يعني كثير من المفتيين والمشايخ أنهم يقولون ما دام هذه الأموال لا تقوم لا بالذهب ولا بالفضة فهي ليست بالأموال، الأموال التي تجرى فيها الربا، يعني ما رأيكم في هذا مولانا؟ هذا الموضوع قد قتل بحثا في المجامع وفي الندوات وفي البحوث، يعني قتل بحثا. الواقع أن الأوراق النقدية هي أثمان عرفية ولو لم تكن خلقية ولكنها أثمان عرفية، فجميع يعني المجامع الإسلامية كلها ذهبت إلى أنها تقوم مقام الذهب والفضة في أحكام الربا، كلهم مجمعون على ذلك، ليس هناك خلاف إلا من بعض الأقوال الشاذة التي لا عبرة بها. فنأتي هنا إلى إذا كانت هكذا فالبيت بيتكوين الآن صار أيضا معاملة. لا، هناك فرق بين العملة الورقية وبين البيتكوين، فرق كبير، وهو أن هذا الورق النقدي هو يعني تصدره الحكومة، بالحكومة أو البنك المركزي للدول، أما البيتكوين فليس هناك شيء، هو شيء معدوم، ليس هناك شيء وراء هذا. أما الورق النقدي فوراءه شيء، وراءه على الأقل ضمان الحكومة، ولكن هذا البيتكوين ليس فيه شيء. ولكن مثلا هنا في هولندا الحكومة حتى قسم الضرائب الآن يسألك كم بيتكوين عندك فعليك أن تدفع عليه الضرائب. ضريبة. نعم. فمن هذا الباب يبدو أنه وتدفع وتبيع وتشتري به أيضا في بعض الدكاكين، ليس الكل ولكن الآن فيه بعض يعني معظم العمليات هي مضاربات في بيتكوين، ليس هناك بيع شراء حقيقي، إنما هو مضاربات كما في سوق الأسهم، مضاربات واضحة. فإذا هو جائز؟ لا لا. الذي ذهب إليه جمهور العلماء هو أنه ليس عملة حقيقية لا يعمل به معاملة. حتى أرسل الآن يعني حديثا كان هناك مؤتمر لمجمع الإسلامي الدولي في دبي فأفتوا بأنه لا يجوز. نعم. De vraag is, hoeveel mensen zijn er in het spel? Zijn er, hoeveel, is er een koper en een verkoper? Of is er een koper, verkoper en een financierder? Zodra er, dat ga ik je nu zelf zeggen, dat hoeft hij niet eens te zeggen. Als er een financierder is, een derde partij, dan is het haram. Of het nou vast staat of niet vast. Als er geen financierder is, het is tussen jou en de verkoper direct, dan is het een ander verhaal. الأخ يسأل على أن إذا كان مثلا اشتريت البيت
بقرض فيه فائدة، ولكن هذه الفائدة ثبتت من بداية اليوم إلى آخر المطاف لا تتغير، فهل هذا كذلك حرام؟ فأنا قلت له إذا كان هناك ثلاثة، إذا كان هناك بائع ومشتري ومقرض، والمقرض هو الذي أثبت معك، لأنه لم المشكل هنا أن هناك مقرض يقرضك هذا المال وهو الذي يضرب عليك الفائدة، فهنا في هذه الحالة طبعا لأنه لا فرق بين أن يكون سعر الفائدة ثابتا أو متغيرا. نعم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. جزاك الله خير سيدي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا الفاضل، نزلت أهلا وحليت سهلا، مرحبا بك. مادام أنتم فضيلتكم تناقشون هذا الباب، عندي واحد استفسار بالنسبة لهذا البناك الإسلامية أو ما يسمونها الآن في بلادنا المغرب التشاركية. بدلو عطيتنا شي نظر عليها، يعني جملة وتفصيلة بحلاش. لماذا؟ لأن الأبناك، هذا الأبناك الذي أسست الآن هي على طور التأسيس، تطلب من الزبائن الربح أكثر من الأبناك التقليدية. لو أعطيتنا شيء فكرة عليها حتى ليطمئن قلبنا إن شاء الله. جزاك الله خير. إن بعض البنوك الإسلامية وكذلك التشاركية في المغرب، إنما سموه تشاركية لأنه يعني لأنها مؤسسة على أساس المضاربة، ولذلك سموه تشاركية. فهذه البنوك، في بعض البنوك تطالب العميل أكثر مما يطالبه المرابي، وفي هناك في بعض الأحيان له سبب، والسبب أن سعر الفائدة يتغير دائما. نعم، كلما يعني مثلا الآن هو مثلا 7% ربما يزداد فيكون 10% وكذلك. فإذا اقترضت من البنك الربوي فإن الفائدة تتغير، يعني مثلا إلى أنت تعاملت معه لعشرين سنة، فعشرين سنة في هذه العشرين سنة تتغير سعر الفائدة، ولذلك مثلا في الفترة الأولى هي رخيصة، في الفترة الثانية ربما تغلو، ثم في الفترة الثالثة ترخص، وهكذا. أما البنوك الإسلامية فليس لهم هناك طريق للثبوت للجمود على هذا، لا يعني الاعتراف في هذا التغيير في المرابحات مثلا. في عندما تعقد المرابحة لابد أن تجمد السعر منذ أول يوم ولو ارتفعت الفائدة وكذا. فهناك في بعض الأحيان هم يطالبون ربحا أكثر بمراعاة هذه الفترة التي هي 20 سنة مثلا، ولذلك قد يبدو أنهم يطالبون أكثر من البنوك الربوية، ولكن في الحقيقة حينما تأتي في لمدة 20 سنة، فمدة 20 سنة يكون النتيجة تقريبا سواء سيئة. وفي بعض الأحيان في بعض البنوك استغلت هذا يعني، فنحن نذمهم على هذا، لأن ينبغي أن يكون المنصفين عادلين مع الذين يريدون أن يتمولوا على أساس شرعي. لماذا تضيفون؟ إذا كان هناك سبب حقيقي لا بأس، قد يكون اللحم الحرام أرخص بالنسبة للحم الحلال، ولكن المسلم يأخذ الحلال ولو كان أغلى من الحرام، إذا كان لسبب حقيقي. أما إذا لم يكن لسبب حقيقي ومجرد استغلال الناس باسم الإسلام فهذا شيء لا يقبل. الله خيرا. نعم دكتور. لا نقول لا يجوز، لأنه يعني لأنه اتفق عليه الفريقان. لكن هذا رغما عن الفريق الثاني، يعني ليس له سبيل إلا هذا السبيل.
إيه هو من عقود الإذعان. نعم. نعم. سي فؤاد. بارك الله فيك. شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك فيما بيننا في هذه البلاد. شيخ الفاضل أردت فقط أن أجلب انتباهك إلى أمر خاص بهولندا يختلف نعم. كثيرا عن الدول المجاورة عن فرنسا وبلجيكا وألمانيا أو الدنمارك أو بريطانيا والشيخ سعيد ربما يؤكد هذا الأمر في هذه البلاد أن التنظيم المالية financial system متطور جدا جدا ومن الناحية القانونية أقرب ما يكون إلى الإسلام الأشياء التي تباح أو تمنع أو تراقب أو تحاسب قريبة جدا من الإسلام ما شاء الله. إلا قضية الربا هذه نعم. إلا قضية الربا فالأمر الذي ذكره الشيخ سعيد في تمويل البيوت أن قضية التمويل هذه لما بحث الشيخ سعيد وتكلم مع مصلحة الضرائب وصل معهم إلى نقطة أنه تقريبا لا فرق وأذعنت السلطات هنا في هذه البلاد بأنه لا فرق ولكن هناك دوافع خلف الكواليس هذا الإشكال فقط أردت أن أجلب انتباهك إلى هذا الأمر أن النظام المالي في هذه البلاد والنظام القانوني أقرب ما يكون إلى الإسلام ما شاء الله. بخلاف الدول المجاورة فغريب جدا أن التمويل الإسلامي لم يتحرك في هذه البلاد والله غريب فقط ملاحظة من عندي ونرجو بارك الله فيك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه العبائق إن شاء الله خير إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخنا على هذه الفوائد الجمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها سؤال أخير إذا كان فيه ثم ننطلق لي تناول على موضوع آخر إذا كان هناك وإلا فنتطرق لي تناول العشاء إن شاء الله تعالى شكرا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا سؤال بحسب الموضوع العرف الأساتذة في الجامعات هنا أو في ألمانيا يدعون أن العرف يتغير ونجد القاعدة في المجلة مثلا لكن أي عرف يتغير وأي عرف لا يتغير هذه المشكلة يعني نعيش فيها جزاك الله خير الجزاء هذا أهلا وسهلا ما شاء الله وسؤال مهم جدا يعني لا يمكن أن نفصله في جلسة واحدة العرف معتبر شرعا ولكن إذا كان هنا إذا لم يخالف النصوص واضحة الدلالة وإني قد تكلمت عن هذا الموضوع في كتابي أصول الإفتاء وآدابه في فصل خاص لموضوع العرف يعني أين العرف يؤثر في تغيير الأحكام وأينه لا يؤثر مثلا العرف كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم العرف كان يشربون الخمور نعم ويجيزونه ويفتخرون به إذا ما اصطبحت أربعا خط ميزري يعني هم يتفاخرون على ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد منعه فكذلك إذا يعني جرى العرف بأمر محرم فهذا الذي هو محرم بنص قطعي ثبوت وقطعي الدلالة لا يمكن أن يغير العرف في شيء أما إذا كان هناك أمر مجتهد فيه مثلا ثم تغير العرف فهذا العرف ربما يؤثر وكذلك إذا كان هناك مثلا العرف في موضوع بيع الأشجار مثلا أو بيع الثمار جرى العرف بأنها يعني تباع بشرط قبل
قبل بدو الصلاح. فهذا العرف ربما يؤثر في تخصيص النص وتقييده. نعم، إذا كان العرف العام. أنا بحثت عن ذلك الموضوع في كتابي أصول الإفتاء وآدابه، لا أدري هل هو متوافر هنا ولا لا. هو معه موجود. طيب، في مبحث لأني لخصت فيه الكلام في موضوع العرف إن شاء الله. جزاكم الله خير. أستاذ فاتح موجود؟ فاتح؟ ما شاء الله معك الكتاب أستاذ فاتح؟ هذا الذي طبع كتابكم الذي ترجم إلى اللغة الهولندية في التقليد، ما شاء الله. الذي ترجمه هذا الشاب مرض، كان عليه كان يريد أن يحضر لكنه مرض، فيطلب منكم الدعاء للشفاء. عفا الله والشفاء إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خير. والذي ترجمه هو لا غير هذا، هو الذي طبع الكتاب. طبع الكتاب ما شاء الله، هذا دار النشر. أهلا وسهلا، بارك الله. سبحان الله. طبعا الكتاب بالهولندي. اي نعم. بالله اسمكم. طيب. هذا اللي قدمته ما شاء الله، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيك. شكرا. بترجمات كتب اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله ان شاء الله. خير إن شاء الله تعالى. فما بقي إلا أن نقول العرف وهو الطعام إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هل هناك يعني جمعية لأئمة والعلماء؟ نعم، نعم، في جمعيات مختلفة. نعم. المغاربة وعندنا جمعية اسمها جمعية الأئمة، والسوريناميين والباكستانيين وعندهم جمعية، والأتراك عندهم جمعية. فنريد أن نوحد لهذا. نوحد الحمد لله. لما ترى هنا الحمد هنا لله. كل تقريبا كل الجنسيات المسلمة موجودة هنا بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى المسلمين الجدد وغير. الحمد لله. نريد إن شاء الله تعالى جمعية تجمع الكل. تجمع الكل، هذا هو الأصل. يعني يكون يعني لو كانت هناك جمعيات يعني متفرقة لا بأس بها، ولكن بل تكون هناك جمعية تجمع الكل لمثل هذه المسائل، لمثل التنبيل، لمثل يعني إنشاء مدرسة إسلامية، مدرسة. نحن من حيث المدارس الحمد لله في هولندا عندنا أكثر من خمسين مدرسة ابتدائية للمسلمين تمول من طرف الدولة الحمد ما شاء الله. لله تقريبا ما شاء الله. ليس هناك مدينة في هولندا إلا وفيها مدرسة أو مدرستين لأطفال المسلمين. ما شاء الله. 52 بالضبط. 52 مدرسة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء كم؟ الله 15,000 طالب وطالبة ما شاء الله الذي ما شاء تحتوي الله. هذه المدارس لكن الابتدائية ذلك. وعندنا أيضا مدرسة ثانوية ولكنها مسكينة مهاجمة هجوم الله المستعان وجامعة الحمد لله. نعم. بارك الله ما ستبه. نعم، تمويل من قبل الدولة. نعم ما شاء الله. طبعا بلا شك، ولكن تطبق الأحكام الإسلامية كما تريد. نعم. يعني هذا أحسن من بعض البلاد الإسلامية العربية. لا يمكن لك أن تنشئ مدرسة يعني غير رسمية. للأسف الشديد. نعم. فقط أشير على نقطة الجمعية. نعم. من أجله؟ من أجلهم الأئمة ومن أجل حقوقهم ومن أجل يعني لما عندنا لما توجد مسائل كبار يعني الأمة تعاني منها لا تجد منهم رد فعل يعني قوي. الله. لأنهم يقولون هذه الجمعية الحقيقة يعني تناقش فيها مسائل تتعلق بالأئمة ممكن تأخذ بعض النصائح كيف نكون جمعية للأئمة التي يعني تدافع. إن شاء الله يعني لو كان هناك جمعية عامة يعني تشمل جميع الجمعيات
يكون جمعية يعني رئيسة، فإنما لا داعي لمثل هذه الجمعية إلا أن تركز على مسائل أساسية للمسلمين مثل التنبيل ومثل المدارس وما إلى ذلك. فيعني ينبغي أن يكون هناك، وأنا يعني أنصحكم أو يعني ألتمس منكم أن تكبنوا مثل هذه الجمعية حتى تكون يعني تكون يدا واحدة في المسائل العامة التي تعم الجميع، يعني تكون يدا واحدة في مثل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. عندي سؤال، من حيث الذبح على الطريقة الإسلامية، معروف أن في هذا البلد يكون في الغالب يعني وهو ما سيجرى عليه الأمر قضية الصعق بالكهرباء ثم بعد ذلك يذبح، فما يعني رأيكم في هذا وما نصيحتكم في هذا الأمر؟ جزاكم الله. أنا لا أريد أن أفتي في هذا الموضوع، لأن المعتنين بالإفتاء هنا هم أعرف بالأحوال، بدلا من أن أكون أو أثير فتنة أو أثير يعني نقاش، بدلا من أن ولذلك أريد يعني كل يعمل حسب فتوى شيخه أو أستاذه أو مفتيه. نعم أي نعم صحيح. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نعم تفضل. الواقع أنه من الناحية الشرعية، لا أتكلم عن الناحية القانونية إنما أتكلم عن الناحية الشرعية، فكل ولو كانت الشركة تعامل في القانون كشخص مستقل، ولكن من الناحية الشرعية الذي يملك الأسهم هو مالك ولو لجزء مشاع من موجودات الشركة، ولذلك حينما تحلل الشركة فإن هذه الموجودات ترجع إليه، ترجع إلى حملة الأسهم، ولذلك الزكاة تجب على الشركة، إما أن تؤدي الشركة إما أن يعني يؤديه أصحاب الأسهم. فإذا مثلا إذا أدته الشركة فهو على أساس قول الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك رحمه الله في موضوع خلطة الشيوع، إذا كانت هناك خلطة الشيوع فالزكاة هو على رأس المال المجموع وليس على أساس كل ما يملكه كل أحد. فأما على أساس مذهب الأحناف فإنه يمكن أن يستخرج كل صحام للأسهم، يعرف كم قيمة الشركة وكم فيها أموال الموجودات يعني تجب فيها الزكاة وكم لا تجب فيها الزكاة فيخرج بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك. السؤال هو عن الذبح الحلال، هل نسلم نحن موجودين في هولندا، هل نسلم بما يكتب على الذبح بالحلال، يعني نأخذ بالكلام، كلام من؟ كلام المكتوب على من هو الذي على المنتج؟ المنتج يعني مكتوب مثلا الدجاج ما مكتوب ذبح حلال شرعية وكذا، هل عنده هاي الشرعية؟ طبعا هنا بعض الناس يكتبون حلال على بابي أو على نافذة مطعمه متجره، ولكن بعض المتاجر عندها ورقة مختومة من طرف بعض الهيئات
المختصة بهذا الأمر عندنا هنا في هولندا، في هولندا بالذات هيئات مختلفة مختصة ب بعضها أوثق من بعض طبعا، لا نريد أن نمدح ولا أن نقدح في أحد. فأظن أن السؤال هو هل إذا كتب 100% 100% حلال هل يكفي هذا، أو عنده هذه الورقة هذه التزكية من طرف شركة أو هيئة الرقابة من هذه الهيئات الموجودة تكفي أم لا تكفي؟ أظن هذا هو السؤال. نعم ها، بس يعني إذا كان قد كتبه مسلم فيم لا نعلم الصدور، يعني ما مكان الذبح أصلا من ما نعرف ها مكان الذبح لا نعلم أين هو. نعم، ولكن الذي كتبه أنه حلال هو مسلم وغير مسلم؟ مسلم. صاحب المحل الذي كتب على هذا على على نعم مكتوب عليها حلال، يعني احنا عم نعمل بانه هذا من مصدرها وين ما عم نعرف مصدرها منين. لكن الشيخ يسال، الشيخ يسال الذي كتب، لا اعلم من كتب، لا تشارك. اذا لابد ان تتاكد، قالك لابد ان تتاكد من الذي كتب اولا. يعني اذا كان هناك في كثير من الاحيان يكون هناك ورقه او شهاده من قبل هيئه شرعيه، فإذا يعني كتب هناك حلال تسأله هل كتبت هذا على أساس فتوى ولا أساس قرار من هيئة الشرعية؟ فيعني ينبغي أريد أن أرى ذلك، إذا كان من مسلم لا بأس. هنا في هولندا في هيئات خاصة بالمراقبة، فإذا جاءك بورقة مكتوب عليها أن مثلا الهيئة الفلانية هي التي راقبت وزكى وراقبت الذبح، فأنت تستطيع أن تتصل بتلك الشركة وتستفسر منهم الرقم الفلاني، لأن كل صندوق مكتوب عليه رقم، هل هذا حقا تحت إشرافكم أم لا، فتستطيع أن تتأكد. بارك الله فيكم خير إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وأنا أشكر الجميع على حسن الاستماع من هذا العبد الضعيف، ضعيف الكلام وضعيف العقل وضعيف الدين، لا، ولكنكم يعني أشكركم على حسن الاستماع، و يعني أطلب العفو إذا فرط مني شيء. بارك الله فيكم، أبدا الشكر الموصول لكم شيخنا، وإن شاء الله تعالى نعيد أن نريد أن نعيد الكرة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. في الحقيقة لا أريد أن أخذ عليكم عهدا أنكم كلما زرتم بريطانيا تمرون علينا، ولكن سنحاول إن شاء الله تعالى أن كلما أتيتم بريطانيا إن أمد الله في عمركم أن تمر علينا حتى فقط نراكم ونستسقى من علمكم، ثم بعد ذلك تستريحون عندنا وتمرون إلى بريطانيا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.